مرحبا بكم في أخبار اليوم، معكم محمد العومي مقدم البرنامج فرجة ممتعة في قناتكم كوكب الفن. خبر عاجل، دنيا بطمة الحاملة تستعين بالأمن للدخول إلى المحكمة. علمت قناتنا من مصادر محلية أن الفنانة المغربية دنيا بطمة وصلت للتو إلى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش وسط حراسة أمنية مشددة من أجل الدخول إلى قاعة المحكمة. وحضرت الفنانة المغربية دنيا بطمة اليوم للمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش للانضمام إلى شقيقتها ابتسام بطمة في فصل جديد من فصول محاكمة تكاد تكون بعد من تفاصيلها سريالية، أن متابعتهم بتهمة المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال الأشخاص وصورهم دون موافقتهم وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد. يشار إلى أنه قد أسقط قاضي التحقيق في وقت سابق تهمة المشاركة في النصب عن دنيا بطمة وجنحتي النصب والمشاركة فيه عن شقيقتها بمبرر التحقيق الإعدادي لم ينتج أدلة كافية على ارتكابهما للجنحتين، كما رفضت الغرفة الجنحية استئنافية مراكش الطعن الجزئي الذي تقدم به وكيل الملك في المحكمة الابتدائية ضد هذا القرار.